تواصل مديريات الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والتأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي باعتبار ذلك في صدارة الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحد من انتشار كورونا. تواصل مديريات الشرطة عملها المستمر للإسهام في تعزيز الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الإطار تستمر مديرية شرطة محافظة المحرق بتنفيذ حملات إنفاذ القانون بحق المخالفين الذين لا يرتدون كمامة الوجه في الأماكن العامة والأسواق، وذلك بهدف التأكيد على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في مكافحة هذه الجائحة. ما زالت مديرية شرطة محافظة المحرق مستمرة في رصد ومخالفة الأشخاص الغير ملتزمين بارتداء الكمامات، حيث بلغت المخالفات 1587 مخالفة في عموم المحافظة، كما تقوم المديرية برصد التجمعات في الأماكن العامة والسواحل والمنتزهات لأكثر من 5 أشخاص، حيث يتم توعيتهم أولاً وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ونحث الجميع بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع. لازم تلبس كمام كبا، أنت في مكان عام الله يسلمك ما يمشي. حالياً يعني أنك تتمشى يبا، تسوي رياضة وعليك الكمام، وإذا في حال أنك تبي تتمشى لازم تمشي بالكمام يبا. يبقى التقيد بالتدابير الاحترازية أمراً أساسياً في توفير الحماية العامة، ويبقى وعي المجتمع وتضافر أفراده من علامات الوصول إلى بر الأمان.